متابعينا الكرام اهلا وسهلا بكم. اليوم احنا اليوم في زاويه سيدي عامر في المنستير في منطقه الساحلين بالضبط. سيدي عامر اللي هو ولي صالح ومعروف برشا وله طريقه عامريه. اليوم في استضافه مع سي المقدم عليا وهو احد احفاد سيدي عامر. اليوم باش يحكينا على تاريخ الزاويه هذه وباش يحكينا على الطريقه العامريه والفرقه او هذا الانشاء هذه الطريقه الصوفيه اللي تعرفت الحقيقه بسيدي عامر من دون الفرق الاخرى. اهلا وسهلا بك سري. اهلا مرحبا بقناه الساحل تي في. ان شاء الله معناها تولينا قناه فضائيه معتبره ومش جديد على حاجه كيما هكا معناها يقودوها شباب كيفكم انتوما. مرحبا بكم في سيدي عامر. سيدي عامر المازوغي هو ولي صالح يعنى بالزياره وعنده تاريخ ناضل ضد الاسبان تلمذ على الشيخ ابو الغيث قشاش. ولد حوالي 920 هجري 1514 تقريبا ميلادي. النسب نتاعو معناه يرجع للجد الاشراف الامام علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه وزوجته فاطمه الزهراء رضي الله عنها في عهد معناه الامير الحفصي 21 تقريبا. أم الدلال بعد ما حفظ الطريقة وحفظ القرآن وتلمذ على العديد من المشايخ في سوسة وانتقل إلى تونس. قلت لك تلمذ على الشيخ أبو الغيث قشاش. أنا كان عنده رصيد مهم من النضال ناضل ضد الإسبان. خدم الطريقة العامرية وخدم أولا في حياته تبنيت القبة والمكان الموجود فيه هو توا والبرتال الشرقي هذايا موجود هنا توا في حياته هو حياة سيدي عامر. معناه عنده العديد من المريدين من كامل تراب الجمهورية من صفاقس من القلعة الخصبة من تونس من جربة. عنده العديد من الزوايا في جربة زاد كذلك في صفاقس في المكنين في عفوا في قيروان عنده هذوما كل زوايا انتقل لهم ومعناه ودرس فيهم. بث الطريقة العامرية الجزولية كما قلت لك توفى تقريب 1040 هجري حوالي معناه 1630 ميلادي. عاش تقريب 120 حاجة كما 120 سنة. قلنا ناضل ضد الأسبان بث روح المقاومة في عهد الأسبان وكون معناها الطريقة ما تسمى بالطريقة العامرية اللي هي معناها كانت فيها معناها تسريب المعلومات في ضمن معناها الطريقة العامرية وفي شكل نوب. هي كانت أولا تسريب المعلومات خاطر قلنا ناظل مناظل مناظلين الكبار عنده معناها رسائل مشفرة على طريقة على الطرق الصوفية معناها الطريقة العامرية باش معناها كما قلنا ناظل ضد الأسبان. عنده العديد معناها من المزايا كلوش مزايا معناها على 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 الدولة هذه وعنده العديد من الكرامات. سيدي عامر كان هو تزوج لمرة واحدة وأنجب سيدي نصر وللا حليمة وللا خديجة. حبيت نسألك سيدي عليا الأحفاد مازالوا موجودين يعني السلالة هذه مازالت موجودة معناها في الساحلين ولا توزعت في كم جمهورية كيفاش؟ جاب سيدي نصر وزوج بنات اللي هما حليمة وخديجة. سيدي نصر جاب أربع أولاد والأربع أولاد كمية معناها منهم هما تكونت معناها البلاد نتاع سيدي عامر من الأحفاد نتاعو وتقسموا على أربع عروشات أو أربع عروشات هما مازالوا معناها أولادهم معناها والنسل نتاعهم مازال موجود إلى حد الآن. وأنا أعتبر من نسل تاع سيدي عامر معناها من العرش حسين. أيوه
حبيت نسألك سي عليا، الزيار أو المريدين مازالوا معناتها يجيو كما كانوا قبل معناها بصفة كبيرة، خاصة من صفاقس، خاصة بقايا البعيدة، يقال أنه عنده مريدين خاصة في الربيع، معناتها معروف أنه يجيو برشا من صفاقس، معناتها المريدين متاع سيدي عامر، والناس تتردد عليه وتقام معناتها الولائم وتقام هذه الطقوس، معناتها اللي كانت يمكن الغاية منها اجتماعية أكثر منها حاجة أخرى. هي المريدين مازالوا إلى حد الآن يجيو، عندك نهار الخميس ليلة الجمعة وبالأخص معناها في الصيف وفي هذيك يوم الزيارة نتاعو، وأكبر زيارة عنده هي يوم عرفة يوم الحاجة، هذيك يجيو من كامل تراب الجمهورية ومن خارج تراب الجمهورية، يجيو حتى من الجزائر، من ليبيا، من المغرب، من السعودية. عليها حبيت نسألك المناسبات، يمكن أكثر المناسبات اللي الزاوية لهنا زاوية سيدي عامر تصبح يعني ملتقى لعديد المريدين اللي يجيوا الحقيقة من مختلف الجمهورية، خاصة من برور بعيدة كما صفاقس كما قفصة كله. كنا تحكينا على المناسبات هذه اللي يكون فيها الحضور مكثف يعني هوني في الزاوية. يا أكثر حاجة يوم عرفة، كله يوم الحاجة، يعني يجيوا من كامل تراب الجمهورية كما قلت لك ومن خارج تراب الجمهورية. اولا التلاقح قلنا بين الاهالي والاحباب والاثنين، وبالاخص توا وليت معناها العباد متعطشه للشيء كيما هكا، انسان توا متعطش معناها الجذور والاصالت، معناها اللي يجي عمره 6 سنين مع والده ومع جده تقعد في باله وكل جاي لسيدي عامر، حتى كيف يجي توا من بعد بكرافاته وكسوته بوحده، والله يسعى لسعي يذكر ويهبط يتخمر يشتع، نقولوا احنا التخميرة في وسط الميعاد ولا في وسط الحضرة، يذكرك السنين الصغر نتاعه ويهبط يشتع وتقاه مسهول وتقاه معناها ويهبط معناها يجبدوا العرق نتاع جدوده وتجبدوا معناها المنظر نتاع سيدي عامر وكل الجمالية نتاع العباد واثنين معناها ينحي لك خمجة على قلبه الواحد، سامحني بين ظفرين في الكلمة، معناها يحب يتفتق، يحب يعبر على يحب يتغذى روحانيا. فوالا الحاجة الباهية في العوامرية مثلا، ناس محافظين اللي يحبوا بعضهم، خاطر تو احنا كي نقولوا النوبات ولا كذا تقل نحفظ وانا تحفظ انت ويحفظوه الاخرين في جهة الكاف والاخرين في جهة صفاقس، الناس كل تولي كلمة واحدة. ونعرف أن سيدي عامر شارك في الثورة ضد الأسبان وقت بن عرفة الشابي، عرفة الشابي معركة التخيلة تتسمى، ونعرف التخيلة بين الساحلين هي الساحلين والمسير، فما الطول قبلة المطار، مش قبلة المطار، الشمال الشرقي متاع المطار تسمى التخيلة، حتى دخلت الساحلين الواد للواد هذاك واد حمدون. يدخل هكذاك أول واحة في طريقك للجنوب من تونس، أنت ماشي من تونس ماشي للجنوب أول واحة تعرضك، وقعت المعركة غادرة، فما برشا ناس يقولوا وقعت في القروان، لكن في عهد عرف الشابي هذا والحديث يطول، راهو كما قال منا تدور أمور اقتصادية، أمور الخطبة اللي عندها بنية ما خذاتش تجيبها للحضرة، اللي عنده ولد عازب يجي اختار يقولوا ينقر بنية، فما حاجة أخرى هامة أنهم المدوات، المدوات تبرش ناس يقولوا بالرعواني، لكن في الحقيقة مش رعواني هم. أعطانا شهادة دكتور سليم عمار معناها مستشفى الرازي، وقطع على أساس الطريقة هذه والغذاء الروحي هذا هي نوع قلت من أنواع التداوي، أنا موسيقى وطرق صوفية. علاش أنا أقول لك ثمنا بكركية، قلت لك حتى من حيش الإنسان يبدأ صغير ويجي صغير 6 سنين 10 سنين 12 عام 15 عام مع عائلته مع وأي تبقى في المخيلة نتاع حاجة، وتبقى يقع حنين معين الحاجة شافها وما عادش نجم يشوفها مرة أخرى، بحيث كيف يجي ويشوفك المنظر اللي شافه عمره 13 عام ولا 14 عام ولا 6 سنين ولا 10 سنين اللي حاجة فقدها وما عادش ينجم، ولكن قعدت له في الذاكرة وفي مخه. ثم عائلة من ما نجمش نذكر من بلاد
المرأة 6 شهور ما تمشيش. الطب عزوا فيها وقاعدين هنا وقت عشية، عشية قاعدين نصبين الميعاد، ثم وقت مش نهار خميس ولكن ثم طهور، طهور حبوا يعملوا شوية معنا العوامرية وكل فرشنا وقعدنا اللوضع قدام البرتال هذه. 6 شهور لا تاكل لا تتكلم لا تمشي، يعني يأكلوا فيها ما عارش باش بالدليل حاجة كما كارو. وجاي بحثنا يتعرض خطر الطهور العاملين وقت هنا بتاع مسؤول لك ويتعرض والله جايبينها في الكاروسة نتاعها، كاروسة جايبينها معنا 4 مطلعينها في الكاروسة والعائلة نتاعها الكل. دوبما كملت الدرجة الأخرى الأخرانية وكله سمعت الحضرة واحد يحتمل الوقت هيك النوبة هذه هي مصتها النوبة اللي نخدمه فيها مصت وجدانها وروحانياتها واحد من الكروسة تعمل لك وتجي تجري في وسطنا وتبدأ تشتح وتبدأ برا عندك العباد هذيك كيفاش ولات وشربت الماء وقعدت وقالت هي عاودي لي نوبة أخرى اللي كانت لا تتكلم لا تاكل لا تشرب لا تتحرك. وكل عائلة معناها الناس تزغرت وناس فرحانة وناس كذا وطلبت الماكلة وكلات وشربت وطلبت نوبة أخرى وروحت لبس عليها لا دويناها ولا عطيناها دواء ولا دقينا لها زرارق ولا عطيناها انتوبيوتيك ولا صورناها ولا عملنا لها رام ولا حد شيء. منيش هذا؟ هذه حاجة ساعة روح نيام عند ربي سبحانه وتعالى وربي أراد لها بك شيء هذا كي. وحاجة مست الوجدانية نتاعها وروحانيات خدمة معناها حاجة ربانية يعني. ما نجمش تسلك أكثر من هكا خاطر باش نولي ندخلوا في حاجات أخرى. إذن الحقيقة الحديث مشوق جدا وممتع جدا وماذا بينا ما يفاش، ولكن هذه كانت زيارة أولى لمقام سيدي عامر ولقاء مبدئي مع المقدم عليا، وإن شاء الله يا ربي يتجدد في لقاءات أخرى. سادة المشاهدين نقول لكم من هذه الزاوية من هذا المكان المبارك ونقول لكم إن شاء الله يا ربي تبدأوا إن شاء الله معنا أوفية وإلى حلقات أخرى تعنى أكثر بهذا المقام.